بين سرديات وتراجم التاريخ خلدت ذاكرة العصور الإسلامية سير فرسان بلغوا رسالة الدعوة وحملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد من فوارس الإسلام دفع أغلى مهر في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته خير من فئة. نقطة تحول في مسيرة الجهاد الإسلامي، مش مجرد إن هو هيفتح علشان يستولي على المكان، ولكن لكي ينشر الإسلام. صوب العبودية لله كان سببا في النصر. في سجل الفوارس الفاتحين. فوارس الإسلام مع رامي محمد يوميا الثالثة وخمس دقائق عصرا. معانا كمان زي ما كنت بقول لكم رامي، زميل عزيز رامي محمد، عامل برنامج فوارس الإسلام. ده بقى عبارة عن مجموعة من الحكايات عن مجموعة من رموز قادة المسلمين ورافعي رايته. والحقيقة حتى هو بيتكلم معايا قاعد حكالي على ازاي حاول قدر الامكان يعملوا البرنامج مرتبط بالشهر الفضيل، وفي نفس الوقت يبقى مرتبط قدر الامكان باللغة المصرية الهادئة المتوسطة البسيطة، بحيث ان كل الناس تقدر تتفرج على البرنامج فيخلو من التقعير ويمتلئ بالايه؟ بالمعلومات. معانا برنامج كمان رسالة الامام الطيب لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، ومعانا بطبيعة الحال تفسيرات مولانا الإمام رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي. وطبعا تفسير الشيخ الشعراوي الفريد دايما بطريقته، خد بالك بطريقته وبأسلوبه. يمكن حتى كان جزء من كلامي مع زميلي رامي محمد على ازاي الإمام الشعراوي كان يتكلم مع الناس بلغة شديدة البساطة شديدة السلاسة شديدة السهولة، فالتفت حوله الملايين من مصر ومن كل العالم الإسلامي. ليه؟ كاريزماتيك. ليه؟ بسيط. بس بمنتهى البساطة. طيب هتيجي تقولي وماذا عن علم؟ وأقول لك أيوة، ما فيش خلاف على أنه مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان إماما عالما. العلم موجود، القدرة على إعطاء العلم هي دي بقى التميز.